ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم الاثنين 25 اكتوبر تشرين الاول 2021. تجد ان حياتك الشخصية تسير على ما يرام، ويبدو ان مشاكلك لا نهاية لها، خاصة اليوم مع وجود العديد من العقبات في طريقك. يوضح برجك اليومي من برج الأسد اليوم أنه سيكون من الحكمة أن تفكر بعقل هادئ بدلا من السماح لنفسك بالاستسلام لمشاعرك واتخاذ قرارات متهورة. سيكون من الحكمة التفكير أولا ثم التصرف لاحقا. عاطفيا، اليوم ليس من أفضل أيامك. تجد نفسك تشعر بالإحباط وتريد أن تأخذ قسطا من الراحة، وتفهم لماذا تشعر بهذه الطريقة. يوضح برجك اليومي من برج الأسد اليوم أن العلاقة التي تشاركها مع شريكك متوترة، ومع معركة أخرى لابد أن تنفجر. أصدقائك غاضبون أيضا لأنك لا تستطيع مقابلتهم حتى بعد كل هذا الوقت. مهنيا، لقد كنت تعمل بجد من أجل هذه الترقية، وتجد نفسك تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق الجهد الذي بذلتهما فيه اليوم، بسبب حقيقة أنه كان عليك إنقاذ خطة كنت قد نظمتها في المقام الأول، فإن ذلك يجعلك تعيد التفكير في قراراتك، وتجعلك تتساءل عما إذا كان كل الوقت الذي قضيته في العمل يستحق العناء حقا أم لا. صحيا، وفقا لتوقعاتك اليومية، فقد قضيت الكثير من الوقت في التأكد من الوقت والجهد بالتأكد في أنك لا تتناول طعاما صحيا فحسب، بل تتبع أسلوب حياة صحي أيضا. هذا هو السبب في أنك إذا توقفت الآن لمجرد أنك مشغول بالعمل فسوف تندم على ذلك، خاصة عندما تنفق الكثير من جهودك وطاقتك ووقتك في تنظيم خطة نمط حياة صحية للمتابعة. توقعات السفر، بسبب العمل والالتزامات التي قمت بها تجد نفسك مقيدا بالمكتب ومنزلك. ليس لديك الوقت لمقابلة أصدقائك لأنك قد وضعت الخطة في الأصل، وهذا يؤلمك لأنك أردت في مقابلتهم بعد وقت يوم طويل في من العمل. تجد نفسك تشعر بالعزلة والتعب، وكنت تتلاعب بفكرة قضاء أجازة صغيرة اليوم. نصيحتي ليك اليوم، ثق بمهاراتك لتخطي التحديات التي ستواجهها. نصيحتي للعزاب، اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وتعرف على اشخاص جدد. نصيحتي للمرتبطين، اطلب المساعدة المهنية اذا وجدت ان علاقتك تتجه جنوبا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.